لأعده لنا الزميل كريم شعير. مرحلة أولى انقضت من عمر الرابطة المحترفة لكرة القدم بعدما حملت الكثير من الاضطرابات وشهدت ثورة غضب سطعت من معاقل بعض أندية النخبة في البلاد. الرابطة الوطنية بجهازها الجديد ارتكبت أخطاء وسقطت في هفوات ساهمت في إيقاد نيران الغضب، فكانت لها جرأة الاعتراف وكان لخصومها جرأة القصف بالثقيل. سوء التقدير في برمجة بعض المباريات أشعل فتنة كان فيها رئيس الرابطة عبد الكريم دوار متهما بارزا، وبرز فيها أيضا رئيس شبيبة القبائل شريف ملال معارضا شرسا وعنيدا، وسقط رئيس الكناري تحت طائل عقوبة قدرها 6 أشهر نافذة. بينما التحكيم فقد كانت صورته كالعادة سوداء قاتمة بفعل جرائم شنعاء ارتكبها حملة لواء الإنصاف داخل ميادين الكرة. اسم الشبيبة لم يقتصر على الاضطرابات والعقوبات فحسب، بل كان صانعا للحدث على صعيد النتائج فوق الميدان، فأبناء جرجرة توهجوا بشكل لافت مع مطلع الموسم الكروي الحالي، وصنعوا لأنفسهم عن جدارة مركزا رياضيا في لائحة الترتيب العام. فريق اتحاد العاصمة ظهر هو الآخر في ثوب مرشح لا يشق له غبار، ويبدو صاحب نفس طويل لإنهاء المشوار متربعا على عرش الأبطال. فيما حق لنا أن نرفع قبعة الاحترام لأندية مميزة بحجم نادي شبيبة الثورة ونصر حسين داي اللذان يواصلان بإصرار مزاحمة الكبار، وكذلك الشأن بالنسبة لفتية نادي أتلتيك بارادو الذين يقدمون عروضا هي الأمتع والأروع على الإطلاق. أما بطل النسخة الماضية فريق شباب قسنطينة فقد ظهر بوجه شاحب وأداء باهت لا يعكس بتاتا المستوى الذي قدمه أبناء الجسور المعلقة الموسم الماضي. فريق شباب الوزداد كان الحلقة الأضعف منذ انطلاق الموسم، ونتائجه الهزيلة جعلته يقبع أخيرا في سلم الترتيب على أمل استفاقته في المرحلة الثانية من سباق البطولة الذي تسابق فيه الرابطة الزمن لإنهائه وفق الآجال المحددة سلفا. إذن اتحاد العاصمة بطلا شتويا، شباب قسنطينة لم يظهر بمستوى حامل لقب شبيبة القبائل العائد في هذه المرحلة الأولى في البطولة بعد كما قلنا سنوات ربما كانت الشبيبة تعاني من أزمة نتائج. نبدأ معك يا زيد وهيب نقاشنا لنهار اليوم، بعيدا عن اتحاد العاصمة بطل شتوي وبعيدا عن الحامل لقب شباب قسنطينة وبعيدا عن كما قلت عودة شبيبة القبائل، ما تهمناش النتائج في هذه المرحلة الأولى بحجم الأحداث اللي صارت في 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 هذه المرحلة الأولى. يزيد وهيب، كيفاش تشوف أنت كصحفي كمتابع لكرة القدم الجزائرية، كيفاش تقيم هذه المرحلة الأولى من البطولة المحترفة الأولى؟ من المرحلة قلوا عادية مقارنة مع السنوات الفارطة، مشاكل دائما كاينين، دائما المشاكل ما تغيروش، مازال نهضروا على التحكيم راهم يزيدوا شوية، لا نهضروا على لا مازالهم نهضروا على التحكيم، نهضروا على العنف، نهضروا على إقالات واستقالات، مشاكل بين رؤساء النوادي، مشاكل بين النادي والرابطة، يعني حاجة عادية، حاجة ما تغيرت، هو فينا نعيشوا هاد الأمور هادو، حتى يعني بعض الأطراف تفرح كيقولوا بلي الشامبيون لافازالي خلصت، إيه لازم تخلص لافازالي، لكن بأي ثمن؟ راك شوف خرجوا قضايا هادو بداية الموسم، المباراة الأولى افتتاحية، فريق ما يقدرش يشارك في المقابلة. ما عندوش لي فري دونجاجمون، ما عندوش لي ليسونس تاعو، سابقه في السابقه شباب الوزداد مبكرا بشكل بين قوسين التحكيم ياسين وضو يكريتيكيو توت لي ديسيزيون تاع لي زاربيت، والمسؤولين على التحكيم باش وشويه الناس ينقصوا من الغضب يسبونديو زي زاربيت دي زاربيت باش حسبت لهم هذه لا سوليسيون، ومع لحقت المشاكل هادو تاع يقولوا حبسوا جوله في الليل، مشيت الجوله هذيك حبسوها بدون مبرر حقيقي، نعم وعزت تبعتها عدم برمجه المقابله تاع اتحاد العاصمه مع شبيبه القبائل اللي اليوم لي كونسيكونس تاعها راهم مازال نهضروا عليهم، مشاكل بين رئيس الاتحاد رئيس الجمعيه
ورئيس الرابطه يعني. وليد دخل الثاني اعضاء مكتب الرابطه دخلتهم في صراع وشفنا المدوار كان لازم يدندوا صحفيه لتوضيح الامور لان الامور كبرت شويه. هذه نسيتها، المشاكل الداخليه تاع الرابطه. صح. يعني شتكاوا الاعضاء قالوا باللي القرارات انفراديه تاع رئيس الرابطه. يعني كاع هذه المشاكل ماشي حاجه جديده، متعودين عليها متعودين. ولذا نقولوا باللي حاجه ما تغيرت، رانا من الأسوأ للأسوأ. حاجه ما تغيرت ورانا في الموسم التاسع للاحتراف. مصطفى معزوز كي بدينا قلت لي راني زعفان، راني زعفان من هذا الفوتبول. كي تشوف لي مام بروبليم راهم يصراو، ما نقولش من اللي كان مقبل بصح على الاقل نتكلموا في عهد الاحتراف، تسع سنين من الاحتراف مازلنا في لي مام بروبليم وربما الحاله يزيد. يعني اللي كان يتبعونا يعني هنا في حصه استديو فوت كنا اون اتيري لا سون دالار، ما كانش واش ما تكلمناش، قلنا سي با نورمال كو دو لونسيان بروجي سو البروفيسيوناليزم ما نديروش البيلون. نافون ابري ما درناش حصيله، بيان سور حصيله الي نيجاتيف ا تو بوان دو فيو، بصح اليوم خليني برك نتكلم على الرابطه هذه الغير شرعيه. رانا في دوله القانون، انا عم بالي رانا في دوله القانون. في دوله القانون ان ليغ نو با فونكسيوني سون اغريمون. اليوم جانتربال لو مينيستير دو لانتيريور يقولوا لنا اسكو ما حبيتوش تعطيو لها لاغريمون ولا ما عطيتولهاش لاغريمون، سافو دير فو زيت كونت، دونك الرابطه هذه لازم تحبس، ولا عندهم ولا عندها لاغريمون يوريو لنا. بصح هذه مصطفى كانت مقبل ثاني، كانت جوستومون في وقت قرباج ما كانش لاغريمون، مي كاين كونسيل دادمينستراسيون. لا نوفوتي شي مدوار هذا اللي حب يتسلط ابارامون حب يولي فرعون، باسكو ماشي انا اللي قلتها، قالوها اعضاء الرابطه، قال لك ياخذ قرارات انفراديه ان سيرتان اوتوريتاريزم، فهمتني؟ في اتخاذ القرارات. كيفاش انا ما فهمش حاجه؟ ما عندوش لاغريمون بصح عنده الكاشي. واحد اللي يدير كوميرس ولا ما عندوش لو ريجيست كوميرس ما يقدرش يسعى كاشي. كيفاش هذه رابطه ما عندهاش لاغريمون؟ نون سولمون ما عندهاش لاغريمون، اي برون دي ديسيزيون وي لان كاشي. يا فو يزاج دو فو انايا سي كراف. ثانيا درك ولا حبينا الخير لكرة القدم الجزائرية. أنا ما نقدرش نفهم، هذه كما قال الأخ يزيد، عيب وصمة عار اون ليغ كي برون اون ديسيزيون ا 22 اي تان دين دو ريسبي. ما نقدرش نحترم رابطة تاخذ قرار على العاشرة تاع ليلا وأنا على بالي بلي ماشي مدوار اللي خذا هذا القرار. كاين تليفون تاع الليل مدوار يخضع لقرارات الاطراف تاعنا. يا جماعه الخير طونك لو فوتبول بوليتيزي ما نخرجوش من هذا النفق المظلم. وهذه الهديه اللي كانت القطره اللي افاض الكاس في مكتب الرابطه، هذا القرار ابري نتكلموا على الحصيله التقنيه نورمالمون نتباهوا. عندنا بطوله، عندنا لاعبين في الفريق الوطني، ما كاينش حاجه تفرح في الفوتبول هذا. صح. غير لي موفي شوز. انا نقول لك رابطه اللي تاخذ قرار ومن بعد ترجع فيه، ومن بعد شفنا كاع الصور في المقاهي. لافونور دي فوتبول سو ديسكوت اوتور دو شيشا. عيب ولا غير عيب عليكم واش راهو يصرا. مصطفى مادام عندناش مصابين اللي حاسبهم. شوف خرجنا من لابوم تاع ال 22 هكذا تاع هذه تاع لا ديسيزيون كي ايتي بريز 22 قلنا سي ديسيزيون بوليتيك مدوار لا حول ولا قوه له. ها معليش ومن بعد يل روبورت لو ماتش تاع جيسكا سيتي بريفي يلعبوا مع لوس مع لو 5 دارنا بومبا ومن بعد صرا وصرا تصريحات ملال دافع الفريق تاعو. دونك مليحه تصريحات ماشي مليحه. هو يلا ديفوندي سون كلوب بصح ردوه فيكتيم باسكو قبلوا له لو روبور دو ماتش. لو فات قبلوا له لو روبور دو ماتش، كيفاش انت تسانكسيونيه؟ باي وجه حق تسانكسيونيه؟ دي مومون تو لاري طابلي دوسي دروا. باش تشوف بلي اليوم بوان دانتيروغاسيون اوفا لو فوتبول ناسيونال. نعاودوا نولا ثاني على تصريحات ملال، لانه تصريحات ملال ثاني قال بلي الهيئه اللي ما عندهاش لاغريمون كيفاش تعاقبني. حنا نولوا لها مصطفى معزوزي، نجي لك الحكم بيطا مادام تكلمنا ثاني على التحكيم اللي راهو ايضا محل نقاشنا في هذه الحصيله الاولى واللي يبقى دائما نقطه سوداء. سي منير بيطا، حنا كمان نعرفوا القضيه تاعك انت في التحكيم الجزائري والقضيه تاعك اللي فجرتها في 2000
و14 مباراة تلمسان وكذلك أهلي. البرج قضية كانت متعلقة بضغوطات، أنت سميتها بالضغوطات مش ما نقولوش حاجة واحدة أخرى ما يقولوهاش صح. يمكن نشوفوا هذا التحكيم اسكو سي نورمال؟ أنت في عندنا لعبنا 15 جولة، في كل جولة كاين 8 مباريات، في 8 مباريات كامل يدينونسيو الأربيتراج، كامل يشكو من التحكيم، اسكو سي نورمال؟ الوضعية اللي وصل لها سلك التحكيم وضعية منتظرة. أنا مانيش متفاجئ يعني وين وصل سلك التحكيم، وإن كان الانهيار تاع السلك هذا ماهوش من اليوم، انهيار يعني منذ سنوات. لا فيديراسيون هذه اكتويال ورثت سلك منهار، كيما لقات المنتخب، كيما لقات لا ديتيان، كيما لقات سلك منهار معنويا وتقنيا. معنويا على انهار السلك، انهار معنويا بسبب واش تعرض له السلك في فتره سابقه. الشيء الضغوطات اللي حكينا عليها جعلت من السلك ينهار معنويا. تقنيا نشوفوا يعني هذه الاخطاء متكرره، كما كنت تقول كل نهايه اسبوع وكل جوله كاين اخطاء وكاين احتجاجات، وتقريبا في كامل المباريات انا حسب التصور تاعي الشخصي الحكام راهم مكتفين بالتكوين دون تطوير، ما كانش تطوير بيرفيكسيونمون. والدليل يعني انا شفت بليزيور ماتش في الشامبيون تاعنا هذا تاع لافازالي، مالغري كو كاين يعني لي زيرور بزاف في الكاري 18، بصح انا ما شفت اي حاكم دخل الكاري 18 سور ان اكسيون، وهذا سي لو بيرفيكسيونمون. ما يكفيش اليوم تكون حاكم تعطيه قوانين اللعبه، هاي ضربه جزاها والتسلل، هاي الاخطاء. لو بيرفيكسيونمون كيفاش تتفادى ارتكاب الاخطاء. انا في يعني المقابلات اللي شاهدتها سنة ما شفتش حاكم واحد مشى دخل منطقه 18. طب بعيدا عن هذا ثاني على التكوين، ولكن كما قلت تطوير الحكم، كاين اخطاء بدائيه سيمونير، كاين اخطاء بدائيه، الاخطاء واش دير؟ هذه الاخطاء مثلا انت تنحي ضربه جزاء ولا ضربتي جزاء في مباراه، هذا راح ينعكس على المدرجات، انه الانصاري يزعفوا واش يخرج عنف، وهذا العنف واش يدير؟ او يدير مشاكل برا. يعني اليوم الحكم اذا كان ما قدرناش حنا نكونتروليو ان اربيتر، ويجي يخرج لك رئيس لجنه التحكيم يقول لك التحكيم سيغوتي، يقول لك التحكيم كان مقبول جدا. يعني احنا نشوفوا رانا نسمعوا رانا نتابعوا ثاني. هو يقول احنا سمعنا التصريح يقول مقبول، وانا قبله كنت سمعت تصريح رئيس الاتحاديه وين قال انا غير راضي على الاداء على الاداء التحكيمي. الى عاد تسونامي هذا تاع لي زيرو داربيتراج عاد مقبول. احنا كتصبت الكلمه تسونامي كتعطينا كلمه مليحه. احنا السؤال يعني اللي نطرحوه اليوم يعني باش ما ندخلوش في باسكو عينا من عياو لي زونسيان زاربيتر، عياو هضروا. اليوم السؤال بسيط نطرحوا، يعني السؤال اللي يطرح نفسه سؤال بسيط، هل اليوم بالامكان اخراج السلك في حاله ازمه بالاعتماد على نفس الطريقه اللي دخلت السلك الى الازمه؟ هذا هو السؤال. والجواب راح نصيبوه؟ الجواب ما يجاوبك عليها كذا. الجواب عند المعنيين بالامر. والمعنيين بالامر طون كانوا قاعدين في لي بوست تاعهم ما حيتبدل والو. سي عبد الرزاق جحليط، انت كنت في الزمن الجميل للكره الجزائريه، ربما كيحبس انت زدنا واحد 10 سنين بالك ومن بعد خلاص دخلنا في دوامه، لكن لا مستوى لا يضحك مصطفى ما كان والو، يعني رانا نشوفوا ناس تجري وخلاص. كي تشوف انت اليوم الواقع الكره الجزائريه كما قلنا بعد 9 سنين من الاحتراف المفروض ننهضوا بالكره الجزائريه، نشوفوا كامل هذه المشاكل وانت كلاعب سابق. اكيد انه تحس باللي كاين حاجه ماهيش بلاصتها. اكيد انا شاطر زملاء تكلموا على كل شيء. على كل حال هو للاسف في حصه كما هذه ومرحله ذهاب انتهت نتكلموا على التقنيات وعلى الافراح وعلى النتائج، نقيموا النتائج، نقيموا مردودات يعني حسنه، لكن احنا للاسف رانا نتحدثوا على الجوانب وعلى المآسي وعلى الفوضى، وهذا راجع احنا كي تكلمنا على الزمن الجميل كان قبلنا زمن جميل قبلنا. دونك احنا مشينا تبعنا انشينمون سلسله تاع زمن جميل، كانت كره قدم فيها مربيين مؤطرين، المسير كان عنده كفاءه، كانت البينيفولا يعني في اعلى مستوى، كانوا مربيين حقيقيين
اذا كان الاحتراف قبل ما نهضروا على الاحتراف في يومنا هذا. للاسف الشديد اسند الامر الى غير اهله، والمعنيين بالامر يعني ابطال يعني كره القدم والرياضه، وكاين معظمهم جبدوا يعني عايشين في الظل، ما رضاوش بالفوضى. ونظن هذا هو الغلط تاع القدامى اللي راحوا للظل. نظن هذا هو الغلط. انا واحد منهم صح. اون برانسيب نتحدوا والمهنه تكون تسند الى اهلها. صح. لما المهنه تسند الى غير اهلها فانتظر الفوضى، والفوضى راح تكون وزيد وتكبر. حسب كلامك سي عبد الرزاق يعني الامور الان راه ماهيش عند النقاش مفتوح، يعني ما كانش الناس اللي راهم اهل كره القدم اللي راهم يسيروا في كره القدم الجزائريه هكذا. هذا اكيد ما تبانليش ولا روماركيتوها. اون بار دو كوربسيون دون الميليو دي فوتبول هكذا. اون بار مساكن لي زاربيت ولاو لو ديندون دو لا فارس. لي 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 شو على بالك ما يقولكش الجور هذا اللي كورومبي، البريزيدون هذا اللي كورومبي، غير الاربيت الحاكم دائما في قفص. انا والله غير اليوم ولا ما كريتيكي لي زاربيت. انا جو في با كريتيكي لو كورومبي الاربيت الكورومبي، جو شيرش لو كوربتور. اي نديرو لونكيت نشوفو شكون الكوربتور هذا. هو الراشي نحوس على الراشي ماشي المرتشي. باسكو درك كانت سياسه لا عقاب. شوف جورناليست دخل الحبس، جوار فضيل ضب دخل الحبس، لي زارتيست دخلوا للحبس، لي بريزيدون كلوب جامي دخلوا للحبس. وهما انا جي دياغنوستيكي المال اون ريسك دو مو ريبيتي 90% دو مال دو فوتبول ناسيونال سي لي بريزيدون. كيما قال لك ردوا كرة القدم لأهل الاختصاص. نقيموا البطولة انا نقيمها ابي بري فور في هيستوريك تاع سي ار بي جامي صارت في الموند اونتي. ان كلوب ما يخلصش لونجاجمون سابقه صح بسبب كارثه اسمها بو حفص. هذا كارثه هذا انا ما على باليش كيفاش الدوله سكتت. الا فاي بروفوكي دي زيموت قريب لاصت الفتنه بالكور وما ديميسيوناش. فهمتني اوروزمون جات لي سوسيتي كيما كنا نبروبوزيو حنايا باسكو حنا حبينا الخير في الفوتبول. والاخ يزيد كان يقولها ويكررها قال لك اون بو با فير اون كورس ياك اون كورس واحد عنده 100 مليار واحد عنده زيرو دينار منطقيه. نعم ولا حبيتو تعطيو لهم لي سوسي تعطيو لهم كاع باش لي سيز كلوب يديماريو لا كورس سور افيك لي ميم شونس سينو دخلوا الاحتراف تاع الصح. علاش مازال متمسكين انت في رايك مصطفى؟ علاش مازال الناس هذه حاكمه شافت باللي الاحتراف ما نجحش في الفوتبول؟ يا ودي سي لانتيري بيرسونيل كبريم سي لانتيري بيرسونيل. رانا في سياسه الكذب ورانا نكملوا بالكذب هذاك وجو سي با بوركوا. ميم الدولة ما كاش إرادة سياسية. نتكلموا على العنف أنا طلع لك 2014 كيما في ليكوليس حكمت الرابور البروسي فيربال تاع لا كوميسيون ديسيبلين دو جودي دو أكتوبر 2014. أنا 2014 سميتها عام الحزن. عام الحزن كانت فيه عدة أحزان ياك طرواكا ما نقدرش ننساهم لا مور دي بوسي صح ياك à l'époque il y avait des grandes décisions annoncées des grandes décisions. قال لك le ministre de la jeunesse le ministre des sports de l'époque تهمي قال لك on va faire des mesures pour éradiquer le fléau هذا تاع la violence. شفنا كاع صافي درك 4 وراهي لا سويت على فير ايبوسي. حاجه انا امام الله امام التاريخ قلتها في البلاطو هذا قلت لك باللي سي با لي سيبورتي دو لاجيسكا اللي قتلوها. انا كنت في الملعب باش نتفاهموا. دونك راهم يحوسوا ان كوبابل كي نيكزيست با. فهمتني داير الجوج دانستركسيون تاع تريبيلا تاع تيزي وزو الى كونفوكي من الخدامين تاع لوبو مساكن وضغط عليهم شغل هما اللي قتلوه. فهمتني كاين لو دوزيام كا سي ورا لا كوميسيون دونكيت على لي دو سيبورتور تاع لي اسما اللي ماتوا. عندك غير في الجزائر تروح للسطاد تموت. غير في الجزائر من دون لي ريبوبليك بانانير ما صرعش راحوا قعدوا في لي تريبيون طاحوا لا كوميسيون دونكيت. وراني انا نعطيكم اليوم معلومه خطيره ونتحمل المسؤوليه تاع علاش ماتوا هذوك. باسكو نهار كانوا يديروا الكراسه هذو اللي كسروا ديرنييرمون. نعم كي كانوا يديروا هذوك ما عندهمش الوقت يهبطوا لي زيسكاليي. ايزون في ان ترو
وبداو يرميو الكراسه من التلو هذاك. ومن بعد بيان سور هما ما عندهمش ضمير داروا بوركين كوش هكذاك تاع البيطون سي بور سا ماتوا الله يرحمهم فهمتني. اون فا با او فون دي شوز لافير تاع بيطار لافير تاع بيطار مو كان في دوله القانون المسؤولين يتحاسبوا. انا شوف كاين تروا كاتيغوري تاع لا تريشري في الفوتبول ناسيونال. كاين نعطيك ماتش صدقه جاريه انت صاحبي مولوديا جيسكا سطيف العلمة نعطي لك الماتش وتعطي لي الماتش باطل. كاين لا دوزيام كاتيغوري ياك نبيع لك وتبيع لي. لا تروازيام كاتيغوري لا بلو دونجوروز تيليفون سي بيطان طرح مشكل هو يصرى درك باسكو انايا نقدر نقول لك اليوم قضيه شبيبه القبائل سي اون ديسيزيون بوليتيك فهمتني بوليتيك كيلك با لا جيسكا ديرونج بار سون روتور. لا واش قال سي بيطان؟ قال لك بلي سي قرباج جا لعندي قال لي لازم تعاون عين فكرون باش تربح ضد شبيبه القبائل ديمي فينال كوب دالجيري. كان هذا التصريح تاع التصريح تاع بيطان نعم هي اللي كانت تصرى باسكو انايا في, في 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 وقت ما قلت لكم بلي كاين في ديمي فينال سني بلو لي انستونس دو فوتبول كي جير. على بالكم سمعتوا كاع بلا بول فرواد لا بول شود سيتي انت راجو صوره عبد الرزاق الفوتبول ناسيونال انت راجو صور ديريجي. انا اليوم ما حبيتش نشوف جيسكا في لا فينال جو بروي بول فرواد انت حبيت الحراش لا فينال تي بروي بول شود. مصطفى هاد التصرفات باش يدخل ثاني معنا يزيد في الحديث لانه التصرف احنا كان سمعنا بها وكاع نعرفوا بها انه الحكم يشري ويبيع ولا يتشرى ويتباع. كاين رؤساء كما قال يخدموا المباريات بيناتهم كاين هديه تاع قرعه كاس الجمهوريه. احنا هاد الحكايات كامل سمعنا بهم يزيد بصح ما كانش اللي يتابع وما كانش اللي يحاسب. مازال وهذا الشيء اللي خلينا معليش مازال ان بوان تري امبورتون نكمل على لافير تاع بيطان. نقولوا ليها مصطفى نقولوا القضية بيطان رانا في دولة القانون إلا ديمونسي حاجة ماشي مليحة نورمالمون يعطيو له ميدالية ماشي يعاقبوه للآن بي كان فو ما عندهمش الكاشي ما عندهمش لاكريمون لا 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 ليك تاع قرباج ما عندهاش لاكريمون كيما لا ليك تاع سيم دوار ما عندهمش لاكريمون دونك هذا لا سونكسيون باطلة ولا ماشي قرارات باطلة نعم باطلة باطلة اون بليس واش دار؟ هذا السيد؟ قتل سرق بنكا هذا السيد لا ديمونسي حاجة ماشي مليحة يا السلطات علاش ما تسمعوش؟ عاقبوه بأربع سنة بأربع أشهر سجن نافذ وين سي محمد؟ يزيد تعليقك على واش قال مصطفى الى توريزمي في هذه القضيه انه ما كانش اللي حاسب وما كانش اللي تابع. هذا الشيء هذا نهضروا عليها في طيلة السنه ماشي حاجه جديده. حاجة اللي راهي جديده هذا العام هو هذه المشاكل اللي خرجت في بدايه الموسم ومازالها لليوم. المشكل الكبير اللي بدا في بدايه الموسم هو منع الرابطه تمد دي ليسونس لبعض النوادي على سبب انه عندهم غرامه عندهم ديدات مع لي جوار تاعهم. حاجه عاديه يكون مشكل بين طرفين الحل تاعو يكون قدام محكمه قدام عداله قدام جوج قدام قاضي. احنا هنا كيفاش تحل المشكل؟ هو انه رئيس الاتحادية قرر المكتب الفيدرالي قال باللي النادي اللي عنده غرامة تفوت مليار سنتيم الرابطة ما تعطيلوش لي ليسونس لاعبين. وحددوا الوقت قالوا مثال في 30 جويليا اللي ما سددش الغرامة تاعو اخر اجل ما يعطولوش لي ليسونس. معناتها داروا دو كونديسيون تاريخ تاع 30 جويليا نعم ولا صوم صح هادو صح هاد القرارات الزوج هادو خداهم المكتب الفيدرالي لكن من باب القانون مزاويه القانون ما عندهمش حق لان ماهوش من صلاحيات رئيس الاتحاديه ولا المكتب الفيدرالي باش ياخذ قرارات في قضيه اللي ما تهموش هو. علاش نقولوا بلي ما تهموش وماشي مصالحو؟ سهل تروح لاسومبلي جينيرال تقرا النص تاع لاسومبلي جينيرال كاين لي كومبيتونس تاع لاسومبلي جينيرال
وين كاين لا كومبيتونس تاعها وثقة كاين الفعل. رئيس الاتحادية توجور دون الكادر تاع لي ستاتيو تاع لا فيدراسيون، كاين لا فيدراسيون لورغان سوفران، كاين لو بريزيدون دو لا فيدراسيون، كاين لو بيرو فيدرال. ني لاسومبلي جينيرال ني لو بريزيدون دو فيدراسيون ني لو بيرو فيدرال ما عندهم حق يدخلوا في امر يخص مشكل نزاع قانوني بين شركة والعمال تاعها. القانون كاين لوجن مخصصه لهذا الشيء، واللوجن هذه يقول لها لا كوميس لا شومبر ناسيونال دي ريزوليسيون دي ليتيج، كاين لو تاس، كاين لا كوميسيون ديسيبلين اللي تاخذ في نهايه المطاف تاخذ القرارات. احنا هنا كان تدخل قولوا تعسفي تاع الاتحاديه بدون حق، هي فرضت لو سوي تاع لا ديت ولو ديرني ديلي وريغلي البروبليم. تسمى خدات صلاحيات تاع لي زورغان جوريديكسيونيل، وكي نقولوا لي زورغان جوريديكسيونيل القانون ينص عليهم انه يشرف على لورغان جوريديكسيونيل شخص رجل اللي دار الحق اللي دار ان جوريست دو فورماسيون. نعم هكذا. اليوم من بعد 3 شهور ولا 4 شهور تاع منافسه الاتحاديه تراسل في اخر اسبوع هذا، تراسل النوادي تاع القسم الاول والثاني تقول لهم هي جاتنا مراسله عند لا فيفا تهضر على سيركولير اللي دارتها لا فيفا بعثتها لكل اتحاديات العالم 9 ماي 2018، تقول لهم باش تكيفوا القانون تاعكم مع الماده 64 تاع قانون الانضباط هكذا كود ديسيبلينار. هاد لا سيركولير اللي دارتها لا فيفا لحقت لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول لو 9 مي، ولكن واحد ما سمع بها حتى مؤخرا عندها اقل من اسبوع اللي خرجت. صح خرجت صح. هذا واش يعني؟ يعني انه وكان لا فاف عملت بهذيك لا سيركولير عيطت النوادي وفهمتهم واش دخل كجديد في الماده 64. كان ممكن هذه المشاكل ما يصراوش، لان علاه في هذه الماده هذه في الكود ديسيبلينير نعطيك برك هنا واش شوف كاين لي سانكسيون في الكود ديسيبلينير في لاتيك 64 كان لو نيفو تاع لي سانكسيون لو دوغري. نعم لا سانكسيون الاولى هي لاموند. الرابطه واش دارت؟ ما تكساتش لو نيفو تاع لي زاموند، elle l'a interdit au club la délivrance des licences. هكذا هذا الفيفا القانون تاعها هذا واضح، القانون تاع لا شومبر ناسيونال دو ريزو لا شومبر دو ريزوليسيون دي ليتيج كيفاش يقول لا شومبر غرفة النزاعات غرفة حل النزاعات. تقول لك في الارتيكل بريمي تاعها باللي لي زاكتور تاع الفوتبول هما سي لي جوار اي لي كلوب سيرتو في ان كادر بروفيسيونيل. حنا هنا الرابطه ما عطاتش 3 ولا 4 نوادي ما عطات لهمش لي ليسونس. نعم هكذا. دروك الماده الاولى في العقوبات تاع الماده 64 تقول تفيكسي النيفو تاع لي زاموند، هما ما عطاهمش لي ليسونس. كيفاش ما عطاهمش لي ليسونس؟ لي كلوب كي داروا الدوسي تاع لانتروديكسيون دي دوموند دو ليسونس داروا الدوسي، نادي تاع القسم الثاني دار 25 كما يسمح له القانون، نادي تاع القسم الاول دار 27 دوسي تاع جوار. نعم. بدهم لا ليك شدت لي دوسي شدتهم ابارتي دو مومون وين شدت لي دوسي ما عندهاش الدروا تمنع عامل يمارس المهنه تاعو. هي حبستهم هكذا خالفت القانون. اليوم هم عيطوا لهم قالوا باش نجتمعوا باش نفهموكم مع القانون. هذه الاشياء هذه اللي صارت وتصريحات تم الغاء الاجتماع باش نتفاهموا. نعم تم الغاء الاجتماع. إيه نو كان عندنا اتصال مع رئيس رائد القبة قال لك ما رحنا وما كان علاش واحد كحتوى. واحد شوف محمد واحد ما راه معني بهاد لا سيركيلار تاع لا فيفا كلهم معنيين بشي واحد برك، ان في نهايه المرحله الاولى اسكو في المرحله الثانيه لا بيرو تاع الميركاتو راح يزيدوا لهم لي نومبر دي ليسونس ولا ما يزيدوا لهمش. نعم
رايحين يكيليبريو لو نومبر دو ليسونس بين لا ليغ 2 ولا ليغ 1. لا ليغ 1 عندهم 25 في المرحله الاولى ولا ليغ 2 عندها 23. هل يلحقوهم 25 25 ولا يدوهم كاع 30؟ هذا هو الكره ترجع لهم. هذا هو لو سوسي تاعهم ترجع لهم دوكا. اوكي الوقت فقط يداهمنا مشاهدينا الكرام باش نزيدو نتكلموا ايضا على نقطه اخرى اللي كانت صناعه الحدث هي تصريحات ملا. لكن قبل ما نروحوا لصحه ملا نذكر فقط كنا حابين نتكلموا على تغيير المدربين باش نعطيو رقم فقط انه احنا عندنا 16 فريق 12 فريق تم اقاله مدرب هذا الفرق. في حين خذينا مثال بسيط على الليغ 1 في فرنسا كاين اربع فرق فقط من 20 فريق غيرت المدربين ولهذا اون دو سكوند مصطفى البيلون باك تاع السيد حاجه على بالك اون دو سكوند باسكو خلصنا الوقت. بطولة العجائب والغرائب صح بكري كنا نسمعوا بلي ترونسفير جوار ومن بعد لي زونترينور ومن بعد في الجيري لا نوفوتي سي لي ماناجير جينيرو قبلناها برك زدنا شفنا لي بريزيدون صار راح لي سما اللي قراح للسي ار بي مازال غير لي سيبورتور يتبادلوا بيناتهم. شوف انت كيفاش دير لافيغا اون فينير كو ميم بار ان بوان بوزيتيف ما لازمش صح ما يقولولناش كاع سيدي نيجاتيفيست. انا شفنا حاجه مليحه. انا بار اكزومبل جي في اسلوب حضاري باش يعبروا على انشغالاتهم تاع لي سما جلور دي برافو. انا ميم نساندهم بارابور واش كانوا يغنيو ما غلطوش باسكو بزاف لي ناضوا ضدهم كي قالوا كانوا يغنيو صدام حسين جي الشعب معك يا صدام حسين ما سبوا ما شتموا ما والو. تم تاويل هذيك الحكايه. انا جو سالي اوسي ماشي باسكو جيسكا انا ندافع كاع الفريق والحمد لله يشهد الراي العام اللي كان نحب كاع لي زيكيب الجيريان وندافع كاع المظلومين. جيسكا الا مونتري دون سيت غريزاي بلي كون بو اتر فير بلي لا بروف خسروا مع السي اس سي في تيزي وزو يزو ابلودي لادفيرسير وكاينه حاجه صح حاجه خارقه للعاده في بطوله المهازل كو لي فامي النساء دخلوا للستاد في تيزي وزو راهم يحضروا هذا كاسي ان طابو كاين اعداء تحضر ما يتقبلوهاش بصح انا بور موا اعداء النجاح اعداء النجاح اعداء النجاح اعداء سي الديموكراسي صح المساواه. اذا ما اعطيت لي مصطفى نحكي على شبيبه القبائل خلينا نتوقفوا عن تصريحات رئيس شبيبه شريف ملا اللي كان ضد رئيس الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم السيد عبد الكريم الدور. نستمع ماذا قال ملا. انا اللي ديسيديت ما ندخلش الاخر باسكو قلت لهم جيبوا لي لا سانكسيون تاعي باريكي ما كاش قلت له واش يقول القانون كي تسيسبوند ان بريزيدون عطيني قانون واضح عطيني ما كاش ودانا الورقه جبد لي الورقه دار لي واحد كتبها لي هنايا عطاها لابوليس قال لهم خرجوه كاع من الستاد شغل ايه وين وصلنا يا سي مدوار لا على الحكايه كاينه ندير لي كيت ماتش واسمو فرقان عبد الحفيظ اللي انستيروي بار ان سيرتان مدوار نقولوا كي اللي قال ديجا لا ليغ كي فو كاسي لو فوتبول اجيان اي او ميم طون اجياس كنقول اليوم كاين قوانين ماشي يطبقوا باسكو ما كاينش يطبقوا القوانين ماهمش سي با دي جون ليجيتيم اللي راهم اللي راها اللي يقول لك راها على تيت دو لا ليغ. شوف يقول لك ان بريزيدون دو لا ليغ اللي يقول لك دون دي جور يفا انستالي سكرتير جينيرال يفا انستالي ان كوميتي ديريكتوار اليوم ما كان حتى شي سي لا ميم شوز الي لا يل فو سوفونجي يل فو كاسي لا جياسكا. انا نقول لا جياسكا كبيره عليه يتكسر هو لا جياسكا جامي تكسر جو في الي لوان تري لوان دون لاخر لا ديماش تاع القوانين تاع الفيفا باسكو هذه ما نسكتوش عليها. إذا تصريحات نارية من رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال في حق رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار. نجي لك سي عبد الرزاق جحنيط فريقك رئيس فريقك سابق شبيبة القبائل اليوم أطلق تصريحات ربما ولات عادة في الأسابيع الأخيرة لشريف ملال ضد رئيس الرابطة ولكن الراجل بالك صح بالك الناس احنا شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي ولا قال لك سيد زاد عليها ولا بخي كونفيونس باسكو عنده مساندة الأنصار ولكن في الجهة المقابلة نحسوا بلك سيد ويحس روحه مظلوم عرض للظلم وفريقه راه يظلم ومن حقه يدافع عليه. اخ محمد انت سميتها تصريحات ناريه. ماهيش ناريه هذا رئيس فريق عريق شبيبه القبائل. يعني من كثره الظلم يعني عبر على 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 عدم رضاه على عدم رضاه وعبروا بطريقته الخاصه هو. نحترموا الاراء تاع كل واحد كيفاش يعبر على الاستياء تاعه. نظن هو راهو في حقه يعني لما نشوف واش صار في كره القدم الجزائريه
من حقه يعبر هكذا وماهوش او عفوي. انا حسبي رايي الخاص تصريحات عفويه تاع انسان جاب شجاعه جاب غيره على البلد تاعه وعلى فريقه المفضل شبيبة القبائل. نعم. جاي يقدم مشروع يعني نزيه، مشروع محترم، جاي يخدم به كرة القدم الجزائرية. أنا نظن راهو يعبر على 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 شعوره على الظلم، ولابد من مراجعة يعني مسؤولين اللي ساهرين على الكرة الجزائرية، لابد من مراجعة أنفسهم يعني هذه بكل صراحة. وكنت حاب نتدخل مع الأخ لما قال أعطى بنود تاع القوانين، شيء جميل. يعني احنا إلا حبينا نخرجوا من الأزمة تاع كرة القدم، نخرجوا بحاجة مليحة، يعني باش نخرجوا من ندوا عندنا 10 سنين 15 سنة احنا ندوا، لابد أن تكون عدالة حقيقية في البلاد، عدالة وقوانين. حاجة سهلة طبق شيء جميل لما كان يتحدث على القوانين، شيء جميل يعني كل شيء واضح. صح، طبق القانون. صح. انا نازل مصطفى نكمل لك. كمل لك. الجيري كاع سيدي موفي بيردون. اسمح لي مصطفى. جوار موفي بيردون، سيبورتر موفي بيردون، هذا هو المشكل. مصطفى نعطيك، كاين واحد المقولة قالت، قالها راجل سياسي، يقول لك تبع كلبك جوع كلبك يتبعك. والله العظيم غير الشعب الجزائري، اعطيه قانون قوة القانون يتبعك. هذه مفروغ منها، اعطيه قوة القانون، كاين عدالة حقيقية. سي با سورسي. انا ماش نعطي عجوبات ولا هذه، طبق القانون وطبق العداله كل شيء راح يمشي على ما يرام. وكلا كانت تفضل يا زيد تفضل. محمد شوف نهضروا على القانون، كاين الناس اللي مسؤولين على تطبيق القانون راهم خارجين من نطاق القانون. كاين كود ديسيبلينار صح، واحد ما شافه درك انت كي تخلص الحصه ولا درك حل دخل في السيت تاع لا ليغ ولا تاع لا فيدراسيون، حوس على الكود ديسيبلينار ما تصيبوش. وهذا القانون هذا مهم واساسي لكاع الاشخاص اللي يمارسوا كره القدم. كان موجود ونحاوه يا زيد، كان موجود ربما حبوا يديروا عليه تعديلات، قالوا ماشي هذا القانون وتنحاوه. لا بزاف قوانين اللي نحاوهم، هذا الكود ما بيبليوهش كاع، ما بيبليوهش، دايرينو في هكذا يخدموا به. كان المفروض يكون متاح يا زيد، المفروض يكون شوف الناس كاع تعرف. شوف الكود بينال، الكود بينال راه كون تروح لليبري تسيب الكود بينال تقراه هكذا، كاين قانون الناس طالع عليه وتعرف حقها، تعرف واجباتها. هذا الكود ديسيبلينار تاع لا فيدراسيون ما كاش، يعني تولي تشك انت باللي راهم يخدموا بميكيلين ومثال اليوم حي. تصريحات تاع شريف ملال وتصريحات تاع محمد زرواطي. شريف ملال رئيس شبيبة القبائل، تصريحات تاع محمد زرواطي رئيس شبيبة الثورة، وتصريحات محمد فارس رئيس رايد القبة. نعم. ثلث تصريحات هكذا، زوج صح تصريحات خشينة قوية. زرواطي وملال. تاع زرواطي ضد رئيس الاتحادية. وتاع ملال ضد رئيس الرابطة، تصريحات قوية. محمد زرواطي متلوه امام لجنه الاخلاقيات اللي حقيقه ما عندها اوكين اكزيستونس ليغال، ما تيكزيستيش، سيسبونداوه 6 موا. شريف ملال كوميسيون ديسيبلين جوزوه في لا كوميسيون دو ديسيبلين، ما راحش ما حضرش فيها. علاش؟ معليش ما كان ممثل، كان تما صح. سيسبونداوه عام 6 اشهر نافذه، معناتها سيسبونداوه 6 موا. 6 موا. محمد فارس بريزيدون تاع الرسيكا دار تصريح ظريف ظريف بارابور تاعهم تاع ملال وتاع زرواطي، تكلم على الاجازه. سيسبونداوه عام ثارم، والمادات الماده 78 و79 من قانون الانضباط بنفس المادات عاقبوا زرواطي وعاقبوا ملال وعاقبوا فارس، ولكن فارس عقبوه بعام، وهذوك زوج اخرين عقبوهم 6 شهور. حتى مدير يعني الكلمانية يا زيد عقبوه ب 6 شهور، 6 شهور نافذة، وشالو كان اطلق تصريحات ربما اكثر منها، وطالوا غرامة 5 مليون. هذاك ماشي تصريح، هذاك هدر قال
قال انا نقول لكم باللي من بعد الجوله الرابعه الفريق تاعي يعطولو لي ليسونس. صح. هذه ما راهي قبحه ما والو، ضربوه ست شهور ثلاثه منهم نافذه. هاني نقول لك الماده 78 والماده 79 بهم بهاد الزوج مادات اللي كيفاش يقولوا داروا لي زافير تاع لي تروا بريزيدون. نعم. زوج ضربوهم سي موا وواحد ضربوه بعام. يعني ما كاش الانصاف وما كاش العدل وما كاش القانون مخبي. انا نزيد نقول حاجه برك ونسكت على القضيه هذه تاع التصريحات تاع ملال. ملال يقول باللي انا يا ما عطوني والو سبون دولي ما عطوني اوكان دوكيمون وانا نروح بعيد نروح للطاس وممكن هم يقولوا يروح للفيفا. انا نقول له سي ملال اقرا القانون اقرا القانون لان القانون ما يحميش المغفلين هكذا. وانا يظهر لي باللي النادي تاعو هو شخصيا راهم غافلين على حقوقهم. القانون واش يقول؟ كي لجنه الانضباط تمد قرار كما القرار تاعو قال راك انت سيسبوندي عام ست شهور نافذه. نعم. القرار بوليغا في السيت تاع لا ليغ. القانون يعطي له يخول له صلاحيه اولى انه في ثلاث ايام عنده ثلاث ايام من بعد اصدار القانون عنده ثلاث ايام باش يبلغ هو من جهته لا كوميسيون دو ريكور يبلغ يقول لهم باللي انايا راح ندير الطعن. يبلغ لهم في ثلاث ايام من بعد صح. اصدار القرار اللي خرجوا عليه. يخلصوا ثلاث ايام عنده في يده سبع ايام باش يدخل لو ريكور تاعو. نعم. والريكور تاعو واش يدير فيه؟ يطلب باش يعطوا له لا ديسيزيون موتيفي. ديسيزيون موتيفي هنا مدوا قرار وكان يجوزوا عليه 10 ايام ما يديرش هاد الزوج اشياء. تبليغ ثلاث ايام الاولى يبلغ باللي راح يدير طعن والسبع ايام من بعد يقدر يدخل الطعن تاعو باش يعطوا له يحافظ على حقوقه. نعم. يعطوا له لا ديسيزيون موتيفي. لا ديسيزيون موتيفي معناتها يعطوا له لا كومبوزيسيون دو لا فورماسيون. شكون في لا كوميسيون دو ديسيبلين يعطوا له العضويه والاشخاص يعطولو باي ماده طرقوا للمشكل تاعو واش قدموا واش قدم هو في الدفاع يعطولو ديسيزيون موتيفي. لكن هو نظن ممكن راني غلط الا كمل في هذه الطريقه هذه يقول انا يا روح للطاس وروح روح للفيفا يفوتوا عليه 10 ايام يفوتوا عليه 10 ايام تعود هذيك العقوبه نافذه لا ما عندوش حق يطعن فيها. لازم يعرف هو وغيره لازم يعرفوا القانون باش يعاودوا يجيبوا حقهم لان هذه الامور هذه اسمح لي هذه الامور القانونيه راهي اشياء اساسيه ولكن ماهمش يطبقوا في القوانين صح تحاولوا تولي لا لا ماشي تيوري انا بروباتيك رانا نشوفوا لا 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 اسمعني راني نقول بلي هو لازم هو لازم يطبق القانون الا الناس ما يطبقوش القانون هو ما راهوش هو عنده ثلاث ايام من بعد اصدار القرار عنده ثلاث ايام باش يبلغ لا كوميسيون دو ريكور باللي راح يطعن. من بعد يفوتوا ثلاث ايام عنده اسبوع عنده سبع ايام باش يحط الملف تاعو ويرغمهم يجيبوا له لا ديسيزيون موتيفي باش يعرف واش يديرهم. مصطفى باختصار انا جيري بلينوا يا زيد جيري بلينوا رانا اون ابرونتيساج رانا نقولوا نتباهوا بالديمقراطيه رانا نتعلموا الديمقراطيه. صح. الديمقراطيه حريه التعبير مكرسه دستوريا. لا ليبرتي ديكسبريسيون غارونتي دون لا كونستيتيسيون. يا عجب ربي قولوا لي كيفاش دي بريزيدون اللي دافعوا على الحقوق تاعهم ماشي غير شي بلال زرواطي بريزيدون تاع كاع لي بريزيدون او لو دروار دو كريتيكي لي زيس حق مشروع اكيد وشنو هذا لوبليغاسيون دو ريزيرف اللي يخرج من هذه لوبليغاسيون دو ريزيرف كيفاش انت تقول لي ما عندكش الدروار هذا غادي نشوفوا السياسيين ينتقدوا الحكومه ينتقدوا رئيس الجمهوريه ما داهمش حبس وهادو يكريتيكي لا موفيس بروغراماسيون دونك شريف ملال هذا هو في حقه باسكو عاقبتو الى في اروكو الى طرو دو اروكو خدها دونك لو روكور جيست بو لا سونكسيون كيفاش يروح البونش ما تخليهش يدخل لي با لي فيستيار سي با نورمال دونك هو ايماجي شي لا باز كو لا ليغ هذه ما عندهاش لا كريمو ياك ما عندهاش الكاشي كيفاش تفتحوا الكونت هادو؟ كيفاش تفتحوا الكونت؟
بلا كاشيت ما فهمتش انا نخدموا اون لا سي فري هذه رالي تاع مضوار يعني مصافح عواقب ضخيمه يعني نقولوا لهذيك المقوله تاع كي جوج كي كي جوج كي ما عندكش صفه انت ولا كوميسيون ديسيبلين هذه سي فري لا سو نوفو تي انا لي روماركي بارابور لا كوميسيون تاع تاع حداج عبد الحميد حداج سي كاع عبد الحميد حداج سيتي با ان جوريست سيتي ان شيميست كيما كنت نقولها بالضحك كان يدير لنا البومبات هذا بالمصباح سيت ان افوكا مي ان افوكا تعطينو لي ريغلمون جينيرو تحطهم له في طابله تقول له هذا البريزيدون دار تصريحات دو بلي كون سونكسيون كيلكان كي بار صافي حنا يديونا للحبس تو سويت نصلحو رانا نديمونسيو واش فيها كاينه حاجه كونت لا بير كونت اون توش لانتيغريتي دو لا بيرسون باغ اكزومبل تقول مدوار سراق مدوار تو لو تريت دو كيلك شوز تما ماشي الكوتي ديسيبلينير تما سي لو بينال فهمتني نولي لي ديسيزيون هادي لا جيسكا سي با سامبل كلوب دو فوتبول اتونسيون مدوار بوتيتر لي انكونسيون لا جيسكا سي تي سامبل على ما نكبرش بور ان بوتيت ديكلاراسيون عاقبتوه والسيد هذا كي عاقبتوه ياك نورمالمون فو دو في بروندر اون كونسيديراسيون كو الا دوموندي لو روبور قبلتو لو روبور صافي دير فو لافي ريتابلي دوسي دروا بصح عاقبتوه هو الا جوجي بلي كي العقوبه هذه اللي تنجوست دونك سا ديباس لو كادر سبورتيف يا جماعه انا نحذر انا نشبه هذه ممكن تاخذ ابعاد اخرى في قضيه ايبوسي شبيبة القبائل ولا شفاو قتلوا لها الجوار تاعها هكذا الله يرحمه ياك اسو جور ما على بالنا شكون قتلو تبقى قضيه للمتابعه ولا جيسكا تي سونكسيوني فكرنا ثاني في لا فاموز بوليميك لا بوليميك هيستوريك اونتر المراه ومحشي لك حناشي شفتوا كاع واش تصريحات ماريا نعم الحجر ورا الى ديبوزي بلانت كونتر حناشي وقيل 13 بلانت وصلوا 13 قضيه في العداله باسكو الشخص تاعو مي كاين لا ساجيس ابري فالو وعندي لا روتيري سا بلانت قدرت رافير انا نجم نعطي له كونساي للمدوار والله العظيم ان كونساي اميكال نعم كي ديميسيون اون اورجونس باسكو هنايا راني نشوف البعيد انا ما نشوفش القريب باسكو القريب تي سانكسيون من الليل مي شوف لا فان سيزون واش يصرا والله العظيم انا خفت انا نعطي له نصيحه باش اون اورجونس هذه العقوبه لازم تلغى خلينا مصطفى نسمع خلينا نسمع فقط انا هذا لا سانكسيون هذا لا سانكسيون تجيب البلا وجابيرتي باسكو دي ابعاد سياسيه خلينا ناخذ راي مولاي البيطان في هذه القضيه قضيه شريف بلال وليد وربيطان على بالي خطيك انت هذا الاخر معليش ناخذ رايك انت راك كنت متابع لكره القدم كنت واحد من الفاعلين في كره القدم لكن اليوم كي تشوف كما قال ربما تاخذ ابعاد اخرى لانه السيد راه عنده مسانده تاع الانصار والناس يتحس بلي الفريق تاعهم راه يظلم والرابطه تراسل في نفس ربما الامور ترجع لاطارها انا ما يعني مانيش ما عنديش يعني اختصاص في الامر هذا ولكن رايي كرأي شخصي انا نظن الكره محتاجه الهدوء من جهه للهدوء ومن جهه الناس تدي حقها كل واحد يدي حقه حتى فريق يعني اللي يحس روحه كان بالك في ديناميكيه ومن بعد يحس الديناميكيه هذيك تاع انفصالي كامل راح تتوقف ما يتقبلش بسهوله ناديو الهدوء وكل واحد يدي حقه وان شاء الله تدخل الامور في وان شاء الله تدخل الامور وتعود الامور لنصابها. مشاهدينا الكرام نتوقف هنا عند فقره حدث الاسبوع لان الوقت دامنا وكانت عندنا مازال مواضيع نتكلموا عليها ولكن الوقت دامنا. يلا نروحوا الان للفقره الثانيه في البرنامج فقره ترجو إذن فقرة رجوع لهذا الأسبوع حنخصوها للحديث عن استقالة بوعلام شارف من المديرية الفنية لكرة القدم. طبعا أسابيع قليلة بعد استقالة المدير الفني السابق رباح السعدان. قبل الدخول في نقاش نتوقف عند التقرير للزميل كريم بالعربي حتى يضعنا في صورة ما حدث.
بعد أسابيع قليلة فقط عن استقالة شيخ المدربين رابح سعدان من منصبه على رأس المديرية الفنية لكرة القدم. استيقظ الجزائريون صباحة الأربعاء على خبر استقالة المدير الفني بوعلام شارف الذي رمى المنشفة لأسباب مجهولة، لكن الأكيد أن رحيل المدرب السابق لاتحاد الحراش له علاقة بممارسات الرجل الأول في مبنى ديل إبراهيم وتعاقده مع مدربين من إسبانيا لتكوين اللاعبين والمدربين. استقالة شارف جاءت لتضع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في ورطة حقيقية وتكشف مرة أخرى أن الأوضاع لا تبشر بالخير فيما يخص الفئات الشبانية للمنتخب، وتدخل الرئيس خير الدين زتشي في صلاحيات المديرية الفنية وإقدامه على تنحية العديد من المدربين مؤخرا، أمور ساهمت في حسم شارف لمستقبله مع الفاف ووضعه حدا لمغامرته مع الفئات الشبانية للخضر التي لم يكتب لها النجاح، رغم أن الجميع تفاءل خيرا بعد تنصيب ابن عين الدفلة على رأس المنتخبات الوطنية. استقالة بوعلام شارف مسمار آخر في نعش الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي صارت بين ليلة وضحاها مستنقعا لكل أنواع الفساد الكروي. إذن استقالة بوعلام شارف من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية كما قلت بعد أسابيع قليلة من استقالة المدير الفني السابق رابح السعدان. لما نتكلم على استقالة لازم جاء عندي ياسر الوهيب واللي حب هذا الموضوع، حب هذا السوجي تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ربما قضية أخرى اللي طرحوا تساؤلات علاش بوعلام شارف استقال من منصبه كمدير للمنتخبات الوطنية، وبعد نعطيك بعض لي ديتاي ربما نقدروا نديروا نشعلوا بها مصطفى. يلا محمد، ما على باليش ما هم الاسباب اللي لحقوا بوعلام شارف يستقيل، لكن نظن بلي الاستقاله تاعو مترابطه بالاجواء تاع العمل كان يدير فيها المهمه تاعو. عرفوا شخصية بوعلام شارف ماشي اللي يقبل الإبلاعات. بعض الأطراف ربطوا الاستقالة تاعو مع مغادرة رابح سعدان. نعم. ما نضلش نظن باللي كان من نوع من العراقيل اللي دارت باش بوعلام شارف والطاقم الفني اللي خيره هو يخدم معاه تلاقاهم في المسيرة تاعهم. نسهل لك القضيه. يقال ان بوعلام شارف دفع لمغادره الاتحاديه الجزائريه لكره القدم منصبه كمدير للمنتخبات الوطنيه. يقال ايضا ان السبب المباشر اللي كان بدا من المشكله دوره تونس للمنتخب اقل من 17 سنه، الاتحاديه الجزائريه لكره القدم كانت تشوف بلي المنتخب هذاك كان قادر يتاهل لكاس امم افريقيا، وبعدها بوعلام شارف طبعا هو المسؤول الاول كان اقحم لاعبين في المباراة الأولى مع تونس فاز، المباراة الثانية خلى لاعبين لفريق معين على بنك الاحتياط، خسر مع بارادو خسر مع فريق أنا قلت بارادو خسر مع المغرب ب5-2. هذا الأمر اللي خلى زتشي يدخل مباشرة في مهام بوعلام شارف ويطالبوا باستفسار حول لماذا لم يقحم بعض الأسماء. هذه الأسباب نظن هذه اللي بدات نشرها. هذه الأسباب مضحكة هكذا. تقدرش انت دير برنامج طول المدى وخسر ماتش نحيل. هذه لا فساد برك، روح حوس من اللور ما تشوفش لا فساد، شوف واش كاين من اللور. نظن كيما انت عندك معلومات عندنا بعض المعلومات ان طريقة العمل تاع بوعلام شرف ما عجبتش بزاف الاشخاص، خاصة الاشخاص اللي ما عندهم لا علاقة ولا صلة على الميدان التقني. بوعلام شرف معروف بالصرامة تاعو، يخلي حتى واحد يداصرو ويدور به. بوعلام شرف صحيح، اسمح لي صحيح، يحب يخدم مع اصحابه ثانية، يفوك فور الكوتي نيجاتيف، اش في فوني راه. لا شفت واحد يخدم يجيب عدو يخدم معاه. لا باسكو يجيب 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 لولو يدخلو في لابيرجوري. خيرت وانت الاوريتاريزم تاعو معروف، ولكن الكفاءة تاعو ثاني معروفة. كفاءة بصح بصح سي شوف جا ليكيب ناسيونال إلا نيغوسيي افيك زوتشي إلا يو تو سكي لا فولي، ستاف تكنيك السالير باسكو بداو بالسالير. بالك تقول بلي يحبوا الفريق الوطني كاع هذاك الشو كاع سيدي صلاحي، يحبوا دابور السالير ومن بعد البروجي. اسمح لي الاخ يزيد احتراماتي يا اخوي، نحترم الراي تاعك مصطفى كيما الراي الجميع، ولكن انا عندي راي نقول باللي بوعلام شارف كفاءة من كفاءات الجزائر كاين كيما هو الله يبارك، معليش الله يكثر منهم، ولكن كفاءة في هذا الميدان
قادر علاش؟ قا يعرف يخدم. جابوه يخدم. جابوه ولكن ما بقاش. كانوا قادرين ما يجيبوش. ولكن ما بقاش. لا دوك انا نقول لك اسمح لي انت نقول لك. يقال انه ربح سعدان وابو علام شارف لما انت كي جابوه من الاتحاد الجزائري وسط الشيء كان دور رمات في الايون كما يقولوا باسكو كان ما كانش باش يحط روحهم بون بوزيسيون باسكو على بالهم بلي سعدان وشارف راح يلقاو الاجماع من الشارع المتتبعين حتى ربما يكسب هذيك الثقه. خلى لهم 8 شهور وبعدها بدا يحاسب فيهم على العمل اللي قاموا به، لحالهم المدربين تاع الفئات الشبانيه، ونحى كذلك وراح جاب تقنيان اسبانيين اللي يقال انهم مكتشفي المواهب وما عندهمش حتى لي ديبلوم. هذه كل المشاكل اللي خلات الشارف يستقيل. هاد الاشخاص اللي جابوهم هما مسؤولين على كيفاش على لا فورماسيون، ممكن راح ينكادريو، وكان الشبان اللي ينكادريوهم في دوره يلعبوا ويخسروا في 10 شهور ينحيوهم خلونا خلينا نكمل. كي تجيب ناس باش يخدموا مع الفئات الشبانيه حتى لهم سور ان بروجي دو 4 دو 6 اون باش يخدموا. تصور انت ناخب وطني دير مع عقد تاع 4 سنين ومسؤولين تاع الفئات الصغرى اللي يخدموا طول المدى، دير معاهم عقد تعامل عامين، ما كاينش تناقض. راك تقول راح نخدم انا سير بروجي كبير، اللي يخدموا البروجي كبير يدير كونترا تاع عامين، واللي يخدموا سير كونترا دوبجيكتيف يخدموا سير 4 اون، كاين تناقض. نقول لك وانا مشارف موفي كاستينغ من الديبي، كان موفي كاستينغ جاء بعقليته بكفاءه تاعو. يعني هذا تبع خطا للاتحاديه بيان سور، ولكن مع مرور الاسابيع والاشهر كاين بعض الاطراف اللي بدات تدخل. هو معروف ما يخلي حتى واحد يدخله في التريك تاعو في الميدان تاعو، كانت باينه بلي كان راح يروح، خاصه مع النتائج اللي داروها الشبان. ما نقولوش النتائج ماشي مليحه، انت تقيم عمل ولا نتائج تاع الشبان في مدة عام، في عام تمتم عندك روطار دان سياكل، هنا عندك روطار تاع ان سياكل، تحب لي في عام تعاود ترفد لي جان؟ مستحيل. البرنامج تاع 20 سنة تاع 30 سنة يبداو هنا سنين ويكملوا واحد اخرين، باش تقدر ترفع لو نيفو. إلا تبع لي انت لي ريزيلتا او بو دي لاني وراك راح تروح. وانا نقول سي بور سا نقول كان مبرمج الذهب تاعو، كان مبرمج وبدا المشكل، بدا المشكل يوم ما حسب معلوماتي دار قائمة تاع اون سيليكسيون دو جون، وخرج منها واحد الاسم تاع لاعب ينشط في الخارج. هو ما تقبلش الامر هذا، قال هذا سر، واحد ما عنده حق قبل ما نخرجوا لايست واحد ما يخرج الاسامي هذا. قالوا مشكل، ما نقولش نزاع، وقع مشكل، وحاولوا مسؤولين تاع الاتحاديه، لان هو كما يقولوا الى ايدونتيفي لا سورس اللي خرجت هذاك الاسم مباشره معرفه بلا قال لهم انا هذا الشخص هذا ما نخدمش معاه، ما يقعش معايا. حاولوا مسؤولين تاع الاتحاديه عاودوا باش يتراجع القرار تاعه وما قبلش. من تما بدات كما حنا نقولوا بالعامه، اسمح لي الحفير تفضل عبد الرزاق. يعني من المؤسف مشاكل شخصيه، نقولوا المشاكل الشخصيه ونديو التدبير تاعها، مشاكل شخصيه وسوء التدبير تاعها، سوء التدبير ومشاكل شخصيه. لما تكون عندك لانتيري برينسيبال ليكيب ناسيونال وانت راك تبحث على الاستمراريه وعندك مشاريع تاع المويا لون تيرم، لو كوري مويا لون تيرم، من المفروض انك خيرت لي بيرسون كيلفو، لي تكنيسيان كيلفو. كما قال لك الاخ لي سينيور الفريق الوطني الف عنده لو كونترا تاعو دوبجيكتيف، ولا عنده مدى تاعو، المده تاعو معينه، لكن التكوين هذا هو العنصر الحساس في التكوين، لابد ان يكون طويل المدى. مادام التكوين عبد الرزاق انت كلاعب سابق وكلاعب قدمت الكره الجزائريه، ما يغدكش الحال كي تشوف انه الاتحاديه راح تعتمد على اسبانيان، ويقال انه ما عندهمش حتى لو ديبلوم باش ينشطوا، راح يجيبوهم وانتم كلاعبين تبقاو مهمشين. اهانه للتقني الجزائري والمكون الجزائري، اهانه كبيره. انتقاء المواهب ما نظنش انه يسحق واحد لازم يكون سورسي على كره القدم. على بالك احنا لاعبين جزائريين لعبوا في من وقت لافالان وروح، كانوا ينشطوا في لي ميور ايكوري دو موند،
لموناكو لي باريس سان جيرمان لي 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 دونك من العار من العيب والعار انه نجيبوا اجانب وحنا عندنا مؤطرين معروف مشهود لهم بالكفاءه ونجيبوا اجانب ونقولوا هذوما هذه من 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 العيب ومن العار يعني اهانه لنا كامل يعني كجزائريين كتقنيين جزائريين اهانه ما كاش احنا ازمه ثقه ما كاش ثقه ما نديروش ثقه في المسؤول الجزائري في الاطار الجزائري عندنا المبدعين عندنا اختصاصيين عندنا عيب يعني نطيحوا بالجزائري وبالكفاءه الجزائريه نعم مصطفى انا سكي ريغريت طاب جو ريغريت لو ديبار تاع ابو علام شارف جو رجوا مون امي اللي قال لك سي تي كومبيتونس افيري بصح ثاني فو ايكوتي لوتر سون دو كلوش باسكو نهار هو كما قال لك نتكلموا على الكفاءات انا على عندي معلومه باللي لاميكال دي زونسيان انترناسيونو اللي تراسها فرقاني اي سي بروبوزي دارت مقترحات الفيدراليه دون لا نوميناسيون لا نوميناسيون دي زونسيان انترناسيونو اللي عندهم لي ديبلوم بيان سور اوكي باش يخدموا في الفئات الشبانيه فهمتني دونك بو علام شارف جاب غير الجماعه تاعو فهمتني باغ اكزومبل جانيت ماشي ما والف يخدم معاه في الحرج ما نجيبوش علاش علاش اليوم انا ما نشوفش دي زونترينور من الشود من الاست من الويست يفو يلارجير عندنا دي زونسي انترناسيونو بارتو شو سي طوندي بيان سور الفيدراليه هذه ولا صح جابوا هاد التقنيين الاسبان كيما دارنا شي لا بروميير ديسيزيون تاعو كان جديد جاب لنا الكاتراس نعم. كارثه العظمى ولا الاتحاديه اللي ما تصححش الاخطاء تاعها اي صوب ستيل افير دي زيرور جو بونس كو ما تروحش بعيد دونك اليوم انا والله سي جي تي على بلاص دو زوتشي ما نخليش شارف يروح نعم بعد بشرف ما نخليش يروح يقال انه دفعه باش يروح ماشي هو المشكل دونك انا كيما راك تعطي الامكانيات للاجانب لي سينيور ليكيب ناسيونال نعم تاع بالماضي راك تعطي لهم لي زافيون سبيسيو راك تعطي لهم لي زوتيل 5 ايطوال وشفنا لي جوار كاع يديو المخايد انا ماذا بيا ملي لي جون كاتيجوري يروحوا افيون سبيسيال بالمخايد باغ اكزومبل مي اليوم ولا حبوا الاستقرار انا كيما نيغوسيت باش نجيبو نزيد نيغوسي باش نقول له ما ديميسيونيش جي لو دروا دو ريفيجي ديميسيون هاي اللي كيفاش كاين واحد الخبر ثاني بالخف باش نروحوا ثاني للفقره اللي راهي جايه مصطفى معزوزي في جريده الشروق اليوم عندنا زميلنا مسعود علال في كل مره كان يطرق لقضيه عبيد شارف ربما حتى المشاهدين يحبوا يطلعوا على الجريده في الموقع الالكتروني شروق اونلاين طلق لهذه القضيه بالذات وقال انه بوعلام شارف ولا خير الدين زوتشي بعدما تعاقد مع جمال بالماضي ارمى كامل الناس وحس باللي خلاص يعني في كل مره يستعمل هذه الاسماء باش يكسب الشارع الرياضي. اه فور ماركي كو لا فيديراسيون دوبوي لا ديزينياسيون دو بالماضي نزلت عليها الرحمه الشعب ولا ما يكريتيكيش خير الدين زوتشي باسكو ان سيرتان مومون على بالك لي ريزو سوسيو الصحافه الشعب ما رحمهمش مي افيك لا نوميناسيون نساو شويه مي هذاك لوبليس اللي مومونطاني يعاود يولي وكيما كان عبد الرزاق لازم نثيقوا في انا كنت من احد المدافعين على اللاعب المحلي ومازالني وانا على بالك نقول حاجه شحال فرحت اليوم هاوليك كاع القنوات يديروا استجوابات مع يوسف عطال لكن بالنفاق الرياضي كي نوليو اللور نهار الكاراز الى كونفوكي عطال نط القيامه هذاك النفاق اللي ماشي مليح وكي هذوك اللي كانوا يقولوا ما كانش اللاعبين المحليين في البطوله قلنا بطوله منحرفه فيها الرشوه فيها التلاعبات بصح كاين دبوز كاين لابات الحمد لله هذوك اللي كانوا يقولوا له بالماضي ما كانش لاعبين في البطوله الحمد لله ما سمع لهمش وكان سمع لهم اليوم راهو في المنتخب الوطني ما يجيبش يلعبوا تيتيلير وربحوا باربعه في الطوب وربحوا بلاص هاي ليك لا كروند ساتي يفو كابيتاليزي هاي اللي كاين ماتنو يا اون هارموني اونتر لي بروفيسيونيل ايفوليون اون اوروب اي كيلك لوكو هنايا سي تي تري بون شوز بصح ما ننساوش لا فورماسيون عبد الرزاق باختصار معليش باختصار الحمد لله انه الجزائر ولادة لم تكن يعني الجزائر ولادة لا رانا خرجنا من الخريطة تاع كرة القدم صح. الإفريقية وحتى العالمية صح. الحمد لله احنا عندنا كفاءات وعندنا مواهب
وعندنا ومازال يقدموا ان شاء الله للكره الجزائريه. يلا باش نخفوا شويه هذه الاجواء غير العفايس السلبيه اللي راهي زعفت ربما ضيوفنا في البلاطو اليوم. فقره ايضا عمي احمد والحديث قياس راهي حاضره معنا في هذا العدد. نفهمكم برك في الفكره هذه انه عمي احمد في كل مره يكتب قصه من وحي خياله هو ويعطينا الواقع. هو تقريبا لغز ولازم انتم ما تاخذوا الكلمات ولازم تعرفوا الديفيني اللغز هذا اللي يتكلم عليه. يلا خلونا نتابعوا فقره الحديث قياس مع عمي احمد. يلا حكايتي اليوم يا اولادي على سلطان الغابه اللي اعطاه ربي عند كامل الناس القوه والرهبه. راني نتحدث على السبع اللي نعم عليه مولانا بالزين وحسن الطبع واللي زاد له بها على بها. اللون الاصفر اللي يشوفه يقول سبحان اللي صور. السبع ديالنا نخلق قبل الثوره بتسع اعوام كبر في الدشور والجبال كان يعس على قبيله كبيره وتربى فيها ولما حبت ماليها ما مسكن اللي غراب عليها عرف كيف يكسبهم وينال ثقتهم وهما ما يتقاسموا نفس اللغه جمع بينهم الدين والسيره وهو ما خلق بينهم محبه كبيره. المهم سبع ديالنا كل عام يجوز كان يزيد فيه خبره وبعد الاستقلال بين مقدم عبره اثر فيه هو الحريه وهو اللي رباوه الناس ما يلعبوا بالرجله. معروفين من قرون طويله وحكايه تاريخهم تبين باللي جدودهم ما باعوا بلادهم قهروا اليهود ودلوا فرعون وربحوا حتى اساطير الروم. هذه لمحه برك على الاصل ديالهم. المهم السبع زاد كبر وهذاك الوقت الجميع واللي يخاف منه كيزهر. هو قرر يخرج من قبيله بقياده ناس كثيره ناس كبار عندهم قيمه هما اللي علموه وروضوه وبيهم قدر يربح خصوم في معارك صعيبه وينال سمعه كبيره خلاته يفكر يقطع بحور وجبال ويقابل سبوعه في بلدان بعيده. معلوم سبع القبيله راح واجر وطول الغيبه بصح النهار رجع خلى الناس تغني وتطبل وعلى فرحتها تعبر. سبعنا الله يبارك عليه ربح سبع حروب كامله وخلى الجناس كامل دهشه والشي اللي داروا ما يتنسى. هو اللي مسح الدموع في وقت كانت الدنيا كحله وصوت رصاص وريحة الموت طاغية. سبع القبيلة عطالو ربي صفة عجيبة وغريبة يمرض ويطيح بالصحة عمره ما يفنى بالرغم من انه جاز من مصيبة لمصيبة. هذه المصايب جاوة في وقت ماشي بعيد كثروا فيه المشاكل والهموم في القبيلة وتهموا مولاه باللي هو السباب في مجراله وصراله. السبع ومولاه بيناتهم عشرة طويلة الفراق بينهم كان حاجة مستحيلة بصح الأصوات زادت وعلات من بعد ما صرت عندهم واحد الفضيحة. جرات الضيف جاهم من بلاد بعيدة باش يبدأ معاهم حياة جديدة وهو ما درى باللي عمره راح تخلص بعد موتها. رام يقولوا سبتوا حديدة والله أعلم. حكاية مول السبع ما طولت بعد ما تفهموا عيال القبيلة يحموه ويحيوه ويرجعوا له قيمته ومكانته العزيزة. وبعد ما تشاوروا وتفاهموا جاهم واحد عليه تاف هو ملك جديد يقولوا كان في بلاد عبادين صليب يقولوا تاني بحل وعنده منيف وعنده موال كثيرة. العيال قدموا له سبع أمانة وقالوا له السبع هذا هو الثروة تاعنا. هاد السيد بعد ما وفر للسبع الدواء ريناه بعد فترة قصيرة يصول ويجول في الجبال والدشور وعاود رد دموع الفرح لعيون مولاه. حاولوا يضربوه ويفشلوه بصح هو تبي تقول اللي جابوه وباللي على جرسه ما يسمح ما يتراجع حتى يدفنوه. يلعب له لعبه يقولوا عليه دوار قسى عليه وحرموا الكلام وكل ما يدافع على سبع القبيله يقولوا له حرام. هو خالف حلف وقال لهم انا ماني عشق انا محبتي جات من قبل وساس مبني على الصح وانا اللي رجعت الزغاريت والنسوان والنصح وعلى حقي والله ما نسمح. انا اللي بيوبا ويوغورطا
قماصي نساء متأثر. أنا وليد الأمازيغ ومن نادي القرن والألقاب. هنا وصلت لخدام القوال، وكما قلت عليكم تفهموا المعاني. إذا كانت هذه فقرة الحديد قياس من إعداد عمي حمد، اللي يبقى عمي حمد شخصية راح تعرفوها ربما كاش نهار. عبد الرزاق نبدا معك، وين رماك عمي حمد؟ أنا عمي حمد نشكره على خاطر لا ريزومي سارتان شوز، لا في بوجي لي زيموسيون. أنا راح فكري لشبيب القبائل لو تينور إمازيغان، دونك الفريق العريق شبيب القبائل، وعلى رأسه سيد ملال. دوك نشوفوا يلا منير بيطام. كملخص أنا نشوف أنه يتكلم على الشخص الأمازيغي بصفة عامة، رمزلو بال يعني بالشجاعة وبالقوة. بصفة عامة يتكلم على الشخص الأمازيغي الجزائري. يزيد واحد شاطرهم نروح في نفس السياق، ونظن باللي كيما هذه حصة رياضية ممكن المعنى والمغزى هو رياضي، ممكن يتكلم على شبيبة القبائل الرجوع تاعها. هذا رياضة خطينا مش كيما اللي قدامك هذا، احنا هذا سبور. لا عنده حق، عنده حق يكون عنده رأيه، ما خارج الرياضة عنده حق كيما قال المواطنين. شوف انا تبعت، انا يعني عطيتكم نبذة عن مراحل ان ديموكلي. انت فقت فهمت؟ لا لا فهمت يعني دابور الى ديفيني كاسكو سافو دير لا جيسكا. عرف شبيبة القبائل، مثلها بالاسد. يعني انا اليوم نعطي نصيحه لهذو لم يسميو فريق شبيبة القبائل لي كاناري. انا لي كاناري هذه ما نقبلوهاش، كما ما نقبلوش لي فينيك بور ليكيب ناسيونال. الفينيك نورمالمون نبدلو له شبيبة القبائل لابيلاسيون تاعو لي ليون دي جورجورا. وشو جورجورا؟ عطى لمحه عن مراحل شبيبة القبائل كانت مليحه، وقال لك الاسد مالغري يطيح يعاود ينوض. نعم. تكلم على الازمات اللي مرت شبيبة القبائل، تكلم على موت ايبوسي، تكلم ثاني على الحمله هذه اللي كانت ضد شبيبة القبائل، تكلم على مجيء ملال، عرف شويه ملال للجمهور. فسرت للجمهور قال لك جا في كان بروجي، وعطاولو الاسد امانه. صح امانه باش يعاود يحييه منطقه القبائل. هذاك صح مصطفى، راك جيت ديكورتيكي صح. فوالا هذه فاش عجبني مصطفى، خلاص في هذا الخطر راح نخليك دائما انت الاخر وانت اللي تصيب الحل. ماذا بك؟ صح الراجل هذا لازم عنده فقره خاصه به دوكا، ما قطعنيش انا جاي نديرك. انا كي جا هذا مسكين باسكو هذا سي ان اكزومبل دون انجستيس. كان تظلم في وقت سابق، على بالك كي دير شونجمون ياك سي اون ريبتور افيك لي موفي شوز. راح روراوا جا زوتشي. نعم سي تي شونجمون. نعم. شونجمون هذا تظلم في وقت روراوا. واش راكم تستناو باش تريابيليتي واحد؟ راح يقول لنا حرام عليكم. حرام عليكم، حرام عليكم. انا نتوجه للغوطي هذا واماله، واش راكم تستناو؟ تبقوا عندي ما كاش القانون في يلا خلينا نروح. ماشي هما اللي رابيليتي القانون. انا راني اور لوا. راح يدافع على عندنا فقره مصطفى معزوزي اللي هي فقره الصراحه. راح يروح مباشره مع منير بيطام الحكم الدولي السابق. اذا فقره صراحه راح تكون من نصيب منير بيطام الحكم الدولي السابق. يعطيك الصحه اولا اللي جيتنا اليوم من باتنا صباح خصيصا باش تحضر معنا في هذا البلاطو. سي منير بيطام صح لازم تجاوبنا بصراحه اليوم، راح نسالوك، راح نكونوا نروحوا معك الى ابعد حد باش نرضيو مصطفى سيرتو. ان شاء الله. يلا حتى جيت في مباراة أهلي البرج وإدارة الإمسان، الكل يعرف القضية، إلى أين وصلت قضيتك إلى حد الآن؟ القضية تاعي بعد ما مشات العدالة وانتهت في أروقة العدالة بصفة نهائية بإلغاء الحكم اللي صدر في حقي أربع أشهر تم إلغاءه بصفة نهائية. توجهت للاتحادية الجزائريه بملف. نعم. ملف يثبت عدم قانونيه الاجراءات اللي اتخذتها الاتحاديه السابقه، يعني مانيش نتكلم على الاتحاديه الحاليه. ومنها قرار اقصاء مدى الحياه اللي كان اقصاء الاخر
هذا قرار يعني مجهول من دون امضاء ولا ختم كما يقول القانون او يزيد. وهنا يعني نحيي لجنة الانضباط اللي كانت في هذاك الوقت اللي رفضت يعني تمشي لهم في لا كومبين وتسيني لهم لا ديسيزيون دو رادياسيون. انا مشيت للاتحاديه قدمت لهم ملف، استقبلني الامين العام تاع الاتحاديه، شاف الملف، شاف الخروقات. انا حبيت يعني القضيه تاعي تتحل على ميابل. نعم. فوتبول تاعنا المشاكل اللي راهو فيه ما حبيتش انا نزيد نصبوا الزيت على النار. حبيت على ميابل. انا كي شفت رئيس الاتحاد داير انا لو 20 مارس نهار الانتخاب هذا الفيدرالي جديد على راسه خير الدين زوتشي، انا كنت في مجلس قضاء الجزائر. كنت في مجلس قضاء الجزائر كي خرجت لقيت انتخاب سي زوتشي وسمعت لو ديسكور تاعه. والله فرحت ديسكور، ان ديسكور مودرن، تفاؤل يعني، ان ديسكور مودرن فرحت. ولكن اليوم بعد قرار مكتب فيدرالي تاع 15 فيفري اللي وعدني يعني باعاده النظر في القضيه، لليوم ما كاين والو. انا يعني من الاخر كما يقولوا انا راه متخذ الاجراءات القانونيه، كاين اجراءات قانونيه وكاين لجنه اخلاقيات، نروح نتخذ الاجراءات. اذا ما كانش الاختصاص تاع الاتحاديه الجزائريه، انا عندي التزام، عندي التزام خضعتني ليه الاتحاديه الجزائريه سنه 2014 باخطار لمن له الحق في النظر في القضيه تاعي. نعم. وكل واحد يتحمل مسؤوليته. هذا ما كان ولي بك 2014 بعد الحادثه الشهيره اللي كنت ديك بتصريحات قلت لقيت ضغوطات على الفصل في ربما تساهم في ربما الاطاحه فريق شبيبه القبائل. شكون اللي كان مر هذا الامر هذا ان صح التعبير، وكيفاش وقتاش وعلى ان شاء الله باختصار؟ شوف الضغوطات اللي تعرض لها بيطام ربما لو كان كانت في فترة أخرى. نعم. في فترة أخرى ما كان يتعرض لها لا بيطام ولا غيره. ولا غيره يعني تحت ندير انسوليني تحتها ولا غيره. درك القضية هدرت فيها، أنا ما نحبش نرجع للوراء. إن شاء الله الفوتبول تاعنا يروح يمشي للأمام. آخر سؤال، ما بقالناش الوقت، ما ندمتش على لا 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 الخرجة اللي درتها هذاك الوقت؟ لا ما ندمتش، انا تصرفت على قناعة. يسلب منك المستوى الفني تاعك بسبب ضعف تقني ولا بأسباب لأسباب خارجة عن الإطار الرياضي، نتقبلها بصدر رحب. بصح تسلب مني إشارة دولية اللي تعبت عليها 20 سنة لأنه نرفض نطبق ضغوطات، هذه ما نتقبلهاش. ولو كانت تعاود 100 خطره نعاودها. لكل عام نتمنى لك كل خير. انا كنت موجد لك بزاف اسئله ولا صباح ما يقولوا لي الوقت خلاص باش نكون عندنا حديث تاعك، ولكن نتمنى لك كل خير ان شاء الله، وان شاء الله العداله تعطيك حقك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه هذا البرنامج. نشكر سي عبد الرزاق جحنيت اللي كان حاضر معنا، شرفنا بحضورك، يعطيك الصحه اليوم. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافه، وان شاء الله في فرصه اخرى. انا جاك تفكرتها احنا اليوم عندنا خبر مفرح كما قال صح على الرياضه الجزائريه وكره القدم. هي اطلاق سراح فضل ضوب اللاعب الدولي السابق، الحمد لله انه العداله اعطت لها حقها، والعداله وعندنا ثقه احنا في العداله الجزائريه. واليوم فضل ضوب يعود لاهله ان شاء الله ويعود لداره وماله. مدير بيطام يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا اليوم. تفضل مصطفى. انا معليش ميساج باسكو كي تكون في الشارع. صح. نعطيكم معلومه باسكو نتكلموا غير على كره القدم. صح. الجزائريه، ويعني هنا يعني جانتيربيل لا كونسيونس تاع المينيستر دو لا جونيس اي دي سبور. على بالكم باللي لي زيكيب تاع الفولي اكسيلونس البطوله ممتازه. نعم. ممتازه نعم. الان ما نو با كومونسي لا كومبيتيسيون دومونداو باش يستقبلهم، الوزير ما رفض يستقبلهم. سي با نورمال. هذه وحده. ثاني نعطيكم خبر ثاني يفرح، هذا سي دو كا دو رشيد دغيغ. نعم. الحاله الصحيه تاعو الحمد لله. الحمد لله. ونطلبوا الشفاء لعميد لاعبين تاع شبيبه القبائل دعم الحوشي اللي هو في لوبيتال، نتمناو له الشفاء. شفاء العاجل ان شاء الله. وتسمح لي باش نقدم تعازي لصديقي علي فرحاتي بوفاة الشقيق نتاعو الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. حبيت نبوزي لو لا كيسيون لعبد الرزاق جانيت، باسكو عبد الرزاق جانيت بزاف اللي ما على بالهمش
il a remplacé le grand Chipalob. Nahar Jebet Al-Qabail, il était face à une responsabilité historique. Il remplace, il va porter le numéro 7 à Chipalob. Et ben, il n'a pas déçu. نسقسيه برك على سير الهدف التاريخي تاع شبيبه القبائل اللي سجل كان رومبلاسو مع الام سي يو دخلوا خالف كنا 0-0 تيزي وزو دخلوا لا 85 مينوت دخل يعني دخل سجل هدف وما اروع يعني ماذا بينا يهضرنا على الهدف تفضل باختصار سي عبد الرزاق مهزوز يحل لا غرونادو وعطاها لي فيه فوالا هذا واش يدير هو على كل حال هي حقيقه كان كان كنت في الفريق الوطني انذاك وكانت يعني نحيي خالف محي الدين يعني المدرب الكفء يعني نشهد له بشهادتي الخاصه يعني كمدرب كفء وسيتي مونور دوم ونحييه هو والعائله تاعو ان شاء الله يكون في صحه جيده ان شاء الله لو موديل دونترينور صدير كنت في الفريق الوطني عنصر فعال في الشبيبه خالفت القانون الداخلي ما سانكسيوني لا سانكسيون بعد ما باردوني اون سي ريوني Je devrais rentrer le match titulaire de l'MCO. Non, il m'a fait remplaçant. Atali Rakm Stash, Akhir Rakm. C'était un grand match. L'MCO rival, qui est un deuxième classement. C'était le tournant. Il y a une connerie de Noctam, Tizi Ouzou. La Kabir Ouhliam. Il a fait un match. Il a fait un match. ودخلني في اللحظه يعني دخلني 15 مينوت دو جو دو فان دو ماتش 15 15 دقيقه او 20 دقيقه وقال لي دبر راسك قال لي ادخل لا يا دي مرتوا وانا باش نرد الاعتبار ونرد باللي نرد للمدرب نقول له يعني راك غلطت في حقي درت هذيك اللقطه تاع السيزو وربحت الفريق وهذو الاشياء اللي يقعدوا ذكرى يعني جميله بيان سور ذكرى جميله اللي محمد خاصنا الوقت احنا ضرب مع وسيم على جالك على جنب كاين ميساج تاع منير دوب تلاقيت فيه اليوم في تريبيونال تاع سيدي محمد صح اللي تي اباتي قالك غاضنا الحال حتى قلال اللاعبين القدماء ولا الحاليين اللي ساندوا فوضي الضوب قالك علاش هذا شغل حسوا روحهم ايتي ديسو ايتي تري ديسو سي فري كي لا ريزون انا نولي لك اللور سي فري لا سانكسيون تاع بليلي لا كونسيدي مع لا سانكسيون تاع منير بيطام نعم بليلي تناول المنشطات ساندوه هذا هضر كلمه الحق ما ساندوش ماشي منشطات محظورات يا زيد يعطيك الصحه اللي تحضر معنا اليوم بارك الله فيك سعيد بالتقاء منير وعبد الرزاق ومصطفى بن سلم يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه اللي تحضر معنا اليوم شرفتونا بحضوركم مشاهدينا الكرام نشكركم على كرم الاصغاء والمتابعه شكرا ايضا للفريق التقني الذي خدم لكم طيله هذا العدد نلتقي الاسبوع المقبل بحول الله الى اللقاء رام نطاق عرض جديد غير نزيدو عالطاق رام قبة مهدي وفيتي مع أوليدو عيش وكتاب غير بخمس مئة دينار حسابك عيش وخيار فولو يا عبار الهضرة بطل عرضي شي ما عطل قرب ودخل كومي